السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب بالله، أخوان بالله، أخواتي بالله، أحباب بالله، أما بعد، بوضوح هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة تفسير السماع قول سلاما قولا من رب الرحيم في الأحلام. أحباب بالله، جتني بصفحة الحكمة في تفسير الأحلام وتأويله من الكتاب والسنة، واحد بعث لي الرؤية قال: السلام عليكم، ما تفسير كلمة سلاما قولا من رب الرحيم في المنام؟ قلت له كالآتي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرؤية مفسرة كما هي. ألا يكفيك أن الله يسلم عليك ويقول لك أنه سيكون بك رحيما، وهي بشرى في الجنة، والله أعلى وأعلى. يعني شوف أعظم رؤية، بسيطة جدا، يعني بس سمع سلام قولا من رب الرحيم، شوف ما أبسطها وما أعظم أجرها وجزائها. إنه السلام، السلام أتى للإنسان سلام من رب العالمين، كما حدث مع السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف العظمة، يعني الله بيصف نفسه لهذا عبده، بقول له أنا راح أكون بك رحيما، فهنيئا لمن رأى هذه الرؤية في المنام. اللهم اجعل الذين استمعوا قولا فاتبعونا أحسنا. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.